تعال تعال تعال. اوف اوف كابتن كاكت. اوف. احنا هنا عندنا البلاطة دي فاصلة، البلاطة دي فاصلة بالكامل، وبدليل ذلك ان احنا هنشوف المحيط بتاعها حوالين العمدان. تعالوا بصوا اهو، امشي بقى معايا كده اهو، باكية كلها فاصلة بالكامل اهي، وفيها هبوط من النص اهي اهي، امشي معايا اهي، باكية بالكامل فاصلة، باكية دي فصلت اهي اهو حوالين العمدان بالظبط اهو. وطبعا هنا لان مفيش كاميرا اتعملت هنا ما بين العمود ده والعمود ده، وما اتعملتش فلات سلاب مسافة كبيرة، يا كانت زرع عمود في النص هنا، والواضح ان ده مش فلات سلاب، ودي المشكلة اللي عندك. جبناها على طول. عليكم. طبعا في موضوع مهم جدا هوريه لحضراتكم النهارده، محدش يطلع من الحلقه دي ضروري. الجزء اللي انا وريته لحضراتكم من شويه، اللي انا اول ما طلعت المعاينه ولقيت فيه شرخ جامد موجود في بلاطه السقف زي ما انتوا شفتوها كده، دي الفكره. انا طبعا ما عملتش حاجه غير ان طلعت شفت الشرخ الداير اللي انتوا شفتوه حوالين العمدان في الباكيه بالكامل، 6 في 8 متر تقريبا، فانا ما قستهاش، بس هو في جنب فيها تقريبا 8 متر. انا عايز اقول لكم على حاجه، انا اول ما خدت القرار قلت له ده معمول فيه 1 2 3. عارفين الواحد 2 3 ده ايه؟ ده اللي انا برفضه في التنفيذ وفي المهندسين اللي بينفذوه على الطبيعه والمقاولين واصحاب الفكر بتاع الفكره الخاطئه دي. تعالوا بقى شوفوا الفيديو اللي بعته لي العميل عشان يقول لي طريقة الصب، يوم الصب كم صوره. خليكم معايا واحدة واحدة لآخر الحلقة، محدش يطلع عشان تشوفوا كانت ايه المشكلة فين، عشان ما تكررهاش عندكم، ولو موجودة عندكم ما تخلوش حد يدعم بيها تاني. ابقوا معايا، بصوا معايا بقى، انا باصص على الفيديو اهو. بصوا، ده طبعا الخلاطة زي ما انتوا شايفين، خلاطة شغالة، الراجل بيصب، اول غلطة انه بيفرش تحت المكان الونش اللي هو حاطه عشان يصب فيه، دي أول حاجة قدام حضراتكم أهي، شايفينها؟ بيصب تحتيه، طبعًا سيادتك على آخر النهار طبعًا دي هتنشف، هتيجي في الآخر خالص هتروح مغطي الجزء ده كده علشان خاطر تنزل بقى وتفك وتسيب شوية وتفك الونش وتساويها، دي هتفصل. طيب انت هتشتغل ازاي بقيه السقف؟ بيجي مغطي السقف كله بالكامل، ومش هو ده موضوع حلقتنا، لكن ده موضوع انا لقيته في الفيديو ولازم اقول لكم عليه عشان مش هعمل له حلقه مخصوص، فرصه المعلومه بالمره. فرش السقف بالكامل زي ما هيعمل فعلا، وبعد كده بيغطي السقف، دي بتفصل الطبقتين عن بعض. تعالوا بقى شوفوا بقى الكاميرا، هقف اهوت وهرجع تاني واعيد تاني. ادي الكاميرا المدفونة، الفكر اللي الناس كلها مش عايزة تبطله، مفيش حاجة اسمها كاميرا مدفونة، هي سبب البلوى دي، عشان يظهر له ان الراجل عامل له مساحة كبيرة ورسيبشن كبير واعمل اضاءة. هقول لك علي الاضاءة ما اتعملت، يا عم ارفع له 30 سنتي زيادة واعمل له سقف ساقط، لو الجهاز اللي هو تبعه مرتبط بارتفاعات معينة ما يعملش سقف ساقط، ايه مشكلة في الكاميرات؟ طب احنا النهاردة لما تكون باكية بالكامل زي دي كده هتقع بسبب الافتكاسات والافكار، ارجعوا للهندسة، ارجوكم يا جماعة ارجعوا للهندسة، ما تشتغلوش بالفطرة. الناس بتقعد بشتغل هندسة والناس بتقعد تتريق على الشغل، يقولك انت مأفور وانت بتعمل كده في شغلك، انت بتعمل كده عشان تصور بس. لا والله، لو انا مش مقتنع بالشيء ده انا مش هطلع اتكلم فيه الناس ومش هنفذه في شغلي على الطبيعة، وبعملوش لقطات. مفيش واحد كامل ربنا خلقه على الارض، لكن احنا بنبذل قصارى جهدنا الا ان احنا نطبق المواصفات. ارجوكم
أرجوكم أرجوكم خلوا بالكم من بيوتكم، وياريت اللي عجبته الحلقة يشترك بالقناة ويفعل زر الجرس، وياريت تشيروا لنا الحلقات لأحسن، احنا محطوط علينا من اليوتيوب مفيش مشاهدات، الناس ما بتشوفش الحلقات دي، ناس بتتفاجئ برغم من ان القناة معديه ال 40,000، لكن الناس بتتفاجئ ان في قناة بتتكلم عن الموضوع، واحنا القناة الوحيدة في العالم اللي بنتكلم على ترميم المباني. اشكركم والقاكم في حلقة جديدة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.